السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم يا جماعة. معاك أخوكم محمد سيف في فيديو جديد ودرس جديد. قبل ما نبدأ الدرس ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة لو أنت لسه ما عملتش، شير لايك كومنت لو أنت محتاج أي استفسار وأنا أرد عليك إن شاء الله في أسرع وقت. نبدأ الفيديو. جالي جهاز ايفون 7 بلس اهوت زي ما حضراتكم شايفين، في شورت صريح وان المشكله بتاعته ان هو كان واقع في ميه زي ما حضراتكم شايفين. اهو جهاز جاي لي من محل تاني، ف توكل على الله ونشوف الخطوات السليمه لحل المشكله ديت، وتتبع العطل من البدايه للنهايه لعل وعسى اكبر قدر من الناس تستفاد ان شاء الله. بس قبل ما ابدا ان انا اشتغل في الجهاز، حابب ان انا اعمل تنويه بسيط خاص بالفيديو اللي فات اللي هيكون قبل ده على طول، لان انا مسحت الفيديو وفي استفسارات جات لي كتير على الخاص ليه مسحت الفيديو او اسئله كتير. طبعا مسحت الفيديو لسبب مهم جدا، وهو ان انا مش عايز ابقى سبب او اشارك ان حد ياخد معلومه تكون معلومه ناقصه او تعمل له مشكله في الشغل بتاعه. فنوضح الموضوع اكتر. انا جالي جهاز كان فيه مسار البي بي جي بيو فيه شورت، واشتغلت بناء على كده في المسار ده، وحبيت ان انا اوريكم الطريقه. فبالتالي لقيت في ردود مثلا او الناس كلمتني على الخاص ان فعلا عندها المسار ده فيه شورت، بس لقيت مشكله اللي انا نسيت انوه ان المسار ده لما بتيجي تقيسه بالافوميتر على وضع الصفاره هيديك صفاره، لان اي مسار يتراوح ما بين 50 لاقل من 100 اوم بيديك صفاره على وضع البزر لما انت تيجي تقيسه. فالقياس الصحيح او الطريقه السليمه لمعرفه المسار ده فيه شورت او لا لازم تقيسه على وضع الاوم. فبالتالي بتيجي بتقيس على وضع الاوم فبتشوف الاتجاهين نفس القراية ولا لا. لو الاتجاه مثلا مختلف عن القراية اللي انت قريتها في الاتجاه الثاني فبالتالي كده المسار ما فيهوش شورت. لو انت مثلا جيت قست الاتجاهين لقيت نفس القراية فعلى طول الدايركت يبقى المسار ده فيه شورت، وده الطريقة السليمة والصحيحة لقياس المسار. وزي ما نويت المسار اقل من 50 ممكن يكون اقل من 50 لغايه اقل من 100 لما بتيجي تقيسه هيدي معاك صفاره. فانت لازما عشان تتلاشى ان انت تقع في المشكله دي هتقيس بالطريقه اللي احنا قلناها من شويه. فالمشكله اللي انا وقعت فيها ان انا عملت الفيديو ونسيت ان انا اعمل تنويه ان المسار ده يا جماعه مش شرط علشان بيديك صفاره على وضع البزر، مش شرط ان يكون في شورت. فمفروض انا كنت اعمل التنويه ده، ولذلك انا مسحت الفيديو. وايمن حتى نوه في الموضوع ده وقال لي لازم تمسح الفيديو يا محمد يعني علشان ما تكونش سبب في حاجه زي دي. وانا فعلا فكرت في الموضوع شويه، قلت ممكن مثلا حد يجيله جهاز مثلا عايز يصلحه فبيقيس مثلا بسبب الفيديو اللي انا عامله بيلاقي المسار ده بيديله صفاره، فبناء على الكلام ده هياخد قرار سواء ان هو يرجع التليفون للعميل او يشتغل، بس هيشتغل بطريقه غلط. فبالتالي هكون انا سبب او مشارك في الموضوع ده. فانا ما حبيتش ان انا اعمل مشكله زي ديت او حاجه زي ديت. انا عامل الفيديوهات لوجه الله سبحانه وتعالى، فيعني ما فيش داعي. فانا يعني قلت امسح الفيديو وخلاص، والحمد لله رب العالمين. واتمنى يعني ان الموضوع يكون واضح لحضراتكم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. ونبدا الفيديو اللي معانا. الجهاز اهوت ايفون 7 بلس جالي فيه شورت. انا بعمل الفيديو، انا عملت كذا مره موضوع الشورت ده، بس الجهاز ده واقع في ميه وفي شورت، فممكن الشورت يتحل ويبقى في مشكله تانية ما نعرفش لسه يعني. زائد ان حضراتكم وحشني زي ما انتم شايفين اهوت. طبعا الشورت ده كده يبقى في المسار الفي دي دي مين، تمام. عشان تحل المشكله ديت بتروح للموسفت اللي هنا ده، تمام اهوت. ده بيتشال وبتعمل توصيل من المسار الباتري في سي سي للفي دي دي مين، بحيث البطاريه تاخد المسار ده وتيجي مطلعه للمسار التاني. عشان في ناس كتير بتسال ليه بيحصل عمليه سخونه، لان المسار ده بياخد من البطاريه الباتري في سي سي. لو المسار مثلا الباتري في سي سي فيه شورت هيبقى فيه حراره في الجزء اللي قبليه. انا مش بشاور هنا يبقى ده الباتري في سي سي، نو. انا بتكلم هنا على اساس مثلا ده قبل وبعد كمثال يعني. هنا الباتري في سي سي
المسار مثلا، نعتبر المسار المكونات دي كلها. فبالتالي لما انت هتيجي توصل البطاريه لو في شورت هيديك حراره هنا، انت هتتحسس الحراره او بالرجينه هتعرف المكون اللي فيه المشكله. طالما المسار هنا عطاك سخونه، يبقى المسار اللي فيه المشكله الفي دي دي مين، سواء في الفيرجن الايفون 7 وال7 بلس وال8 وال8 بلس، او الفي سي سي مين في المنتجات اللي اقل من كده. فبالتالي الفولت بيطلع، فبيلاقي فيه شورت مثلا نفترض في المكثف ده، فبيجي راجع تاني في الموسفت، فالموسفت بيطلع الحراره دي، بيبان عليه الحراره. يعني مش هنخش بقى في تفاصيل والموسفت ده عباره عن ايه او قياسه ايه او وظيفته ايه، في حاجات كتير ممكن تخش على الانترنت ممكن تعرف اكتر وتقرا اكتر وتعرف معلومات اكتر عن الموضوع الخاص بالموسفت وطريقه عمله. احنا بنتكلم بطريقه كده ايه اللي تهمك في الشغل. فانت بتشوف الموسفت مطلع حراره عاليه، فانت تقول طب الموسفت هو كده اللي فيه الشورت؟ لا، الموسفت مش هو اللي فيه الشورت. يبقى عشان انت كده تفهم المعلومه دي، يبقى المشكله ان في مكون ما بعد الموسفت هو اللي فيه المشكله، فرد على طول الموسفت، فالموسفت هو اللي طلع الحراره. فعشان نتغلب على المشكله دي ازاي؟ بحاجتين. الحاجه الاولى ان احنا ممكن نشيل الموسفت ده خالص ونعمل توصيل دايركت من من الباتري في سي سي للفي دي دي مين، بحيث يطلع معانا المسار على طول دايركت، فما يلاقيش حاجه يرجع فيها، فيطلع حراره معانا على المكون على طول اللي فيه الشورت، سواء اي سي مكثف وريفر ايه هو المكون ده، او هنعمل عمليه حقن للمسار الخاص ما بعد الموسفت اللي هو الفي سي سي مين او الفي دي دي مين. فبنيجي مثلا بنشوف اي مكثف عن طريق المخطط، بنروح على طريق المخطط اهو مثلا يا جماعه اهو، نروح بس كده الايفون 7 بلس اهو، ده المكون اللي احنا بنتكلم عنه اهو، ده المسار الخاص بالباتري في سي سي. لو انت جيت وقفت كده على المسار هتلاقي اسمه حتى هو زي ما حضراتكم شايفين في الخانه البيضاء، بي بي باتري في سي سي، تمام. لو جينا على الثلاث والخمس بوينتس اللي هنا دولت، هتلاقي المسار نفسه اسمه بي بي في دي دي مين، او هتلاقيه تحت هنا المسار اهو زي ما حضراتكم شايفين. فبالتالي المسار ده ممكن نوصله دايركت كده بالطريقه ديت، وعملنا فيديو قبل كده، او هنعمل عمليه حقن في اي مكثف على نفس المسار الفي دي دي مين، فبالتالي هيعمل عمليه سخونه في المكون اللي فيه شورت. فاتمنى الموضوع واضح كده يا جماعه اهو بشكل واضح، لان الناس برضو كلموني قالوا لي لازم تعمل لو امكن يعني اعمل مخطط كده، لو انت بتشرح المخطط او بتشوف المخطط حطه في الفيديو كمان، بحيث يبقى المعلومه واضحه اكتر بالنسبه لنا. فزي ما انتم شايفين اهو، تمام، باتري في سي سي في دي دي مين، الطريقه الاولى بتوصل ده بده هيطلع معانا الحراره في المكون اللي فيه شورت، او بنعمل عمليه توصيل دايركت بالفولت على اي مكون على مسار الفي دي دي مين. فبالتالي لما هنعلي الفولت شويه هتلاقي فيه حراره في المكون اللي فيه شورت. فهنتوكل على الله، نشوف الطريقه. No, this one, yeah. أنا شوفنا المكثف أهوت. You can call him, yeah. Yeah. Yeah, you wanna just see the... is working everything? Just call him, yeah. هنا أهوت يا جماعة المكثف اللي هو هنا ده. هنوصل فيه حتة سلك. أي حتة سلك. مام ام او ام او نو نو نوت كابد جاست ام او ام او ام
جيم مي سكند. طبعا انا مشغول جدا جدا جدا، لذلك انا ما عرفتش ان انا اعمل اي فيديو الفتره اللي فاتت، زائد الموضوع ان في ناس كتير كمان قالت لي اعمل لايف وبتاع، فانا مش هعرف اعمل لايف خالص، لان انا دلوقتي شغال عند ناس، ف يعني موضوع الفيديوهات ده كمان عامل لهم ازمه. انا لما بنلاقي فرصه اللي انا اعمل فيديو فابني عامله، بحيث اي حد يستفاد لو معلومه بسيطه، لو واحد والله عارفين لو واحد هيستفاد هبقى متكيف. بس كده، اعذروني يعني في الموضوع ده. اهو ناخده اللي هو فيه الترمنتيشن. زي ما انتم شايفين اهوت، اهو وات كمباني اي دي دولار. طيب اهو يا جماعه، طبعا خلينا ننزله بالشويه عشان عندنا صفاره كده كده اهو. هو الغرض ان يطلع حراره، ما يقولكش بقى الموضوع اللي يقولك ايه وصل ونزل خلاص الفولت وبعدين يطلع واحده 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 واحده، ايه اللي يطلع ده؟ كان زمان واحده 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 واحده. ده انت الغرض ان الامبير يبقى عالي نسبيا، بس ما مش عالي، نقصد يعني لو انت واقف على 1.2 فولت سكرين اند ايفريثينج، واخدين بالكم؟ يعني مثلا انت ممكن تقف على 1.5 فولت وتوصل، فهيجي ساحب معاك امبير بطيء هيطلع معاه. انت بتلاحظ بقى، يعني مثلا احنا هنوصل اهو، ساحب معايا يعني ربع او اقل من ربع امبير، فاحنا ممكن نعلي كمان شويه بحيث الحراره تظهر معانا اكتر. اهو زي ما انتم شايفين اهوت، ربع كمان امبير كده، يبقى المسار اللي فيه شورت اهو كده 4 داخل على نص، هنخليه مثلا على 2.7 او 2.8، 7 اهو جايب 1.5 اهوت، 1.25 امبير. حلو، ال1.25 دولت يعني يغطونا ويخلوا فيه سخونه في المكون اللي فيه شورت، وزي ما اتعودنا مع بعض اهوت الطريق سهل يا جماعه وايزي، عشان ما حدش يعقد لك الدنيا والقصه دي، اتفرج كده وبالراحه على مهلك وما تقلقش. والرجينا طبعا المكان اللي انا فيه ولا فيكسي اوكي. يلا هنا وي جانا تشيك يو كان كلوز ذيس دور بليز. زي ما انتم شايفين اهو يا جماعه، ليه 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 هو كم باك I don't know you can ask here. شايفين المكثف ده يا جماعة؟ ده وهنا بيحصل حوار كده مع الرجينة. أنا عشان الرجينة عاملة لي والله وليك وحشة لي وحشة والله، والله الرجينة أحسن يعني.
زي ما انتم شايفين اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين المكثف؟ هو اللي فيه المشكلة يا جماعة. نروح على المخطط، هو رقم 1 2 3، 1 2 3 مكثف ده، مسار اهو، مسار اللي هو ده دي بوست 1 2 3، هو التالت ده اللي فيه المشكلة، فهنتوكل على الله ونرفعه ونشوفه المشكلة هتتحل بعد كده ولا لأ. وزي ما احنا شفنا اهو يا جماعة المكون اللي فيه مصلحة، هنروحوا كده جرج جرج جرج، شيلوا بقى ال، طبعا الطريقة ديت انت ممكن تستخدمها في اكتر من حاجة، يعني ممكن اي مسار فيه شورت ممكن تستخدمها بالطريقة دي اهو. تمام تمام ونروح نحط ال هنا. يا عم انت يا عم، كابل ونوصل باور سبلاي اهو، الشورت راح، بس زي ما انتم شايفين كده ايه لسه في شورت، ده اول حاجة. ممكن يكون المفروض المسار ده في سي سي من اهو، روحوا تاني وصلوا ال VCC main، لان اساسا بيديني انا بس بفكر 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 انا زي ما قلت لكم التليفون واقع في ميه، وطبعا هتلاقي فيه بلاوي اساسا. انا ما هتحل مشكله ومشكله تانية هتلاقيها يعني هنشوفه دلوقتي مع بعض. شوفوا المسار هو هو لسه فيه اي زي ما انتم شايفين اهو، الشورت راح هنا طبعا. خلينا بقى نستخدم الكاميرا الحرارية، عشان اعرف تحديدا المكان فين، ومن ثم احط الرجينة. انا بوريكم بس الطريقة. طبعا انت ما عندكش الكاميرا الحرارية وما عندكش السبراي، هتيجي فارش بقى الرجينة كلها على البورد ده كلها، وبالنظر كده تشوف المكان وتحصره، وتعصره كده، تنزل منه مكثفات صغيرة كده كتاكيت. طبعا الناحية دي كلها ما فيش اي حاجة فيها، نروح كده نتوكل على الله. ونشيل شيلد اللي هنا ده، الار اف شيلد اللي هنا، عرفنيش بقى يا عم.
بتاعه. يا لهوي البتاع كان هيتكسر، البورده هتتكسر. يا لهوي بص عملت ايه، طيرت مكثفين، طيرت مكثفين. قول لي بص، لوك بص 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 والنبي، بص والنبي، بص والنبي، طيرته. ده كلام، ده كلام شباب بتاع الفار. تعالى يا عم، مسمار مكسور اساسا، هو اللي عمل لي القصه دي، اللي بيسند ال الدنديشن. Okay, this one is not gonna done today anyway. Yeah, because the hard and the fix the thing is not gonna work like that. شايفين يا جماعة؟ نهار اسود، هو ده بيض ده ولا ايه يا جدعان؟ بيض ده ولا ايه؟ شايفين اللي انا شايفه؟ يعني ده بيض؟ فين انا؟ اهو طبعا انا دلوقتي هغذي المسار دايركت بالايه، بالبارل في سي سي زي ما احنا شايفين اهو، زي ما انتم شايفين عمليه السحب على الامبير. اهو طبعا مكان ما يخطرش على بالك. الناحية التانية هنا شفتوا يا جماعه فين؟ يعني كان في مشكله في المكثف كده كده اللي احنا شلناه الاول، وبعد ما شلناه في شورت كمان، ممكن نشيل ده كمان هيطلع في شورت كمان. يعني ايه المشكله؟ اهو اهو لو جايبين الرجينه كده وهما الاثنين بايظين، بس هنشوف انه واحد بالطريقه اهو. ايه اهو تمام، طف الباور سبلاي عشان ايه، نوصل الكابل الاول بعدين نوري لحضراتكم. شايفين الرجينه لسه ثابته زي ما هي، لا تقول لي سبراي ولا الجن. اه زي ما انت شفتوا رايحين كده اهو. عندها يتشال كده كيتك. فين انا فين؟ انا بنفخ الدخان بس في الشاشه بقى، يعني طالع لي من الشاشه الدخان كأنه طلع من الشاشه. ننضفوه كده بالمره برضو اهو. شايفين كده اربع مكثفات طايرين، اللي انا شلته الاولاني اهو، والتاني اللي احنا لسه شلناه من شويه اهو، والاثنين اللي ايه كسروا دلوقتي مني وانا بزق البتاع. واحد ولا ايه؟ وده كده مهزوزه.
شغل الشورت راحه زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو. موصل هطلع بالباور سبلاي طبعا، تمام، او نشغل شوف عمليه السحب. زي ما انتم شايفين حضراتكم وقت عمليه السحب على الباور سبلاي تمام. تمام هو يعتبر كده فتح خلاص كده، المفروض هيفتح اهو. كده فاتح رود يعني، الحاجة بتاعته اهي نحطوها نوصلوها. زي ما انتم شايفين اهو الكاميرا اللي تحت. زي ما انتم شايفين جيتوا ليه؟ فتحه يا جماعه تمام، والتاتش شغاله وكل حاجه شغاله وتمام التمام خلاص كده. طبعا نروح نركبه المكونات اللي ناقصه ديت زي ما انتم شايفين اهو. الشورت اتحل بالراحه وطريقه سهله جدا، شفتوا اسرع من كده طريقه؟ مفيش اسرع من كده. تيكي تيكي وتيكي توك تاكي تيكي تيكي تاك. وعندنا هنا برضو شورت ماشي على عمليه السحب ايفون 6 فيه شورت، دولت كلهم جايين من محل تاني شورت برضو كلهم متركمين اهو. يو 2 يو 2 ده شورت برضو ايفون 6 اهو. نو ثانك يو، انتوا شايفين كده. هنعمل لهم برضه فيديو لو انا عرفت اعمل حاجه النهارده برضه، لو لاي شورت حتى لو شورت صريح او شورت جزئي احاول اعمل فيديو. معايا حوالي بتاع 8 بورد اهيت عايزين يتصلحوا جايين من محلات ثانيه، ف ما توكلوا على الله. انا بعمل تنويه بسيط بالنسبه للناس اللي بتخش على الخاص وبتبعت لي رسائل، انا اسف يا جماعه نوهت قبل كده مره واثنين وثلاثه اللي انا الصفحه قفلتها، ولان بسبب الرسائل كتير جدا جدا وانا مش عارف اتواصل مع الكل، فلذلك انا قلت اقفل الصفحه علشان ما حدش يزعل مني، لان الموضوع كبر وخلاص الموضوع كبر وطلع من تحت ايدي. فاتمنى التوفيق للجميع، وانتم شفتوا كده الفيديو اهو وموضوع الشورت الصريح عملناه مره واثنين وثلاثه واربعه، ولو عندي بتاع 7 8 برد هنعملهم برده ونعمل لكم، لو جت فرصه هعمل لكم فيديوهات ليها بحيث يبقى الموضوع منهي، وبعدين بنتكلم وبتسمعوا الفيديو وبعدين قاعدين بنتكلم مع بعض، لعل وعسى اي حد يستفاد، لو واحد بس استفاد انا هبقى مبسوط يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام.